لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة، وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى، أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة. كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وسيد الخلق أجمعين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سلك سبيلهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في برنامجكم اليومي نفحات إيمانية. نسأل الله جل في علاه وتبارك في علياه أن يمن علينا بالإخلاص والمتابعة والقبول، وأن يجعل عملنا صالحا ولوجهه خالصا، وأن لا يجعل لغيره فيه شيئا. في اللقاء الماضي ذكرت شيئا من وصف الجنة وما فيها من النعيم المقيم والسعادة الأبدية، وذكرت شيئا من تلك الجنان وما أعد الله عز وجل فيها لأهل الإيمان. اليوم نود أن نتذاكر شيئا مما يقابل ذلك فيما يتعلق بالنار، أعاذني الله وإياكم منها وأجارنا والمسلمين أجمعين من شرها وحرها. جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. سبحان الله، لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة، يعني حقيقة هذه النار التي قال الله فيها: وإنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. وإنها لإحدى الكبر، لإحدى الدواهي العظام والجسام، داهية دهياء ليس بعدها شر ولا بلاء. وإنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، أن يتقدم في طاعة الله أو يتأخر في معصية الله. قال: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. لو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة التي اتصف بها، والله جل وعلا خلق 100 رحمة، أنزل رحمة واحدة إلى الأرض وأبقى عنده 99 رحمة، هذه الرحمة الواحدة بها يتراحم الناس، وبها ترفع الدابة حافرها عن وليدها. ولذلك لابد أن يكون هناك توازن. عند أبي داود في السنن وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الجنة قال لجبريل عليه السلام: اذهب فانظر إليها. فذهب جبريل فنظر إليها، ثم رجع وقال: وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها، أي لا يسمع أحد بما فيها مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.
ومما ذكر لكم بالأمس وهو غيض من فيض وقطرة من بحر، لما رآها جبريل قال: وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. فحفها الله عز وجل بالمكاره، والمكاره المصائب والبلايا والتكاليف الشرعية والأوامر والنواهي والشرع والتقييد والعبودية. حفها بالمكاره ثم قال لجبريل: اذهب فانظر إليها. فذهب فنظر إليها ثم رجع فقال: وعزتك لقد خشيت ألا يدخلها أحد. حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات كما سيأتي. لما رأى جبريل أن دخول الجنة يستلزم أن يتخطى المكلف عقبات كؤود، وأن يجاهد نفسه وأن يصبر ويحتسب ويكابد الآلام والمعاناة، وأن يلتزم بأوامر الشرع، وأن يقف عند حدود الله، لما رأى هذا قال: وعزتك لقد خشيت ألا يدخلها أحد. ولما خلق الله النار جهنم قال لجبريل عليه السلام: اذهب فانظر إليها. فذهب فنظر إليها ثم رجع وقال: وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها. أبدا لا يسمع أحد بهذه النار وما فيها من السعير والعذاب الشديد كما سيأتينا في ذكر قعرها واتساعها. قال جبريل: وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها. فحفها بالشهوات، حفها باللهو والمحرمات والمنكرات وتضييع الشريعة وتنكب الصراط وهكذا ما يتعلق بسائر الشهوات المحرمة. فذهب فنظر إليها بعد أن حفها بالشهوات فرجع وقال: وعزتك لقد خشيت ألا ينجو منها أحد. نسأل الله السلامة والعافية. قال تعالى: فأنذرتكم نارا تلظى، أي تتوقد وتتلهب. جاء في الأحاديث الصحيحة شيء لا تدركه العقول أيها الفضلاء، العقول لا يمكن أن تدرك ما جاء في وصف جهنم، أمر فوق إدراك العقول، ولكننا نؤمن به ونصدق به ولا نشك فيه طرفة عين، لأن الصادق المصدوق هو الذي أخبرنا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أولا، جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بجهنم يومئذ، يوم القيامة، يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. نسأل الله العافية والسلامة. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، يعني مربط، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. كم ملك في هذا العدد؟ إذا كان لها 70,000 زمام وكل زمام له 70,000 ملك، كم ملك يجر جهنم؟ سأخبركم بعددهم، لكن احسبوا
وقدروا، من كان جيدا في الحساب فليحسب 70,000 في 70,000. طيب، وجاء في مسلم أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي أو عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمع وجبة، وجبة يعني سمع صوت شيء سقط، وجبة رزمة، فقال: أتدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر ألقي به في النار منذ 70 خريفا فهو يهوي في النار الآن حتى انتهى إلى قعرها، فسمعتم وجبته. نسأل الله العافية والسلامة. حجر يلقى من مكان شاهق يظل يهوي 70 خريفا يعني 70 عاما. هل يمكن للعقول أن تدرك مثل هذه الحقائق؟ أمر في غاية الخطورة وفي غاية العجب، ولا نملك إلا أن نسلم. نعم، هذا الحديث في صحيح مسلم وهو ثابت. وجبة صوت، قال: هذا حجر ألقي به في النار منذ 70 خريفا فهو يهوي في النار الآن حتى انتهى إلى قعرها، فسمعتم وجبته صوته. لذلك الله جل وعلا قال: إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر. نعم، نرجع إلى حديث 70,000: يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. العدد خيالي جدا، فلكي كما يقال. 70,000 في 70,000 الناتج 4,900,000,000 ملك. 4,900,000,000 ملك، هؤلاء موكلون بالإمساك بزمام ومرابط جهنم. نسأل الله العافية والسلامة. ألا تستحق منا أن نستدرك وأن نتدارك وأن نفر منها فرارا عظيما؟ فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. نعم، من زحزح عن النار ونجا فاز فوزا عظيما. في صحيح مسلم في قصة الرجل الذي ذكرته بالأمس، وهو أدنى أهل الجنة منزلا، آخر من يدخل الجنة، هذا الرجل كان في النار وظل يدعو العزيز الغفار أن يخرجه منها، أبعده عنها وجعله عند بابها، وهذا من أهل التوحيد والإسلام للعزيز الحميد. فصار يدعو ربه ويستغيث به ويقول: أبعدني عن حرها، ولك العهد والميثاق ألا أسألك شيئا غير هذا. يبعده الله عز وجل، ثم لما أبعده عنها وأخرجه منها، أتدرون ماذا قال؟ نظر إليها وقال: لقد قشبني لهيبها، تبارك الذي نجاني منك،
لقد أعطاني شيئا لم يعطه أحدا من العالمين. سبحان الله، أين هو ممن هم في الجنة يتنعمون بها بأنهارها وقصورها وأشجارها، لكنه لما نجا من النار وخرج منها وأبعد عنها أرأى أن هذا العطاء لا يضاهيه عطاء مطلقا. الأمر ليس أمرا سهلا، وأكد لكم أننا في غفلة. ولو ذكرت لكم شيئا من الآثار التي وردت عن بعض العباد الصالحين من علماء وعباد هذه الأمة لقلتم ربما، أو قال بعضكم هذه دروشة، ولكن والله ليست دروشة. والله الدرويش من ضيع ولم يخف ولم يستعد. ولذلك الربيع ابن خثيم يعرفه طلاب العلم، وهو من التابعين من تلاميذ عبد الله ابن مسعود. الربيع ابن خثيم كان رجلا صالحا، وكان من آيات الله في الخوف والوجل والبكاء، قلبه حي، نسأل الله من فضله. الربيع بن خثيم قام ليلة يصلي ويبكي بكاء شديدا، حتى إن أمه أشفقت عليه وجلست خلفه تبكي وتقول: يا بني، ما هذا البكاء؟ لعلك قتلت قتيلا، أخبرنا نستسمح أهله. فيقول: نعم يا أماه، قتلت نفسي بالذنوب. قالت له ابنته: يا أبتاه، ما لي أرى الناس ينامون وأنت لا تنام؟ قيام وصلاة وبكاء، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما لي أرى الناس ينامون وأنت لا تنام؟ قال لها: يا بني، إن خوف جهنم طير نومي. سبحان الله. وفي رواية أنه قال لها: إن أباك يخاف البيات. والبيات هو معنى يخص هجوم عدو. لو كان الإنسان في مكان ويتوقع أن يهجم عدو لقتله أو الاعتداء عليه، هل يأتيه النوم؟ الجواب لا. فقال: إن أباك يخاف البيات، يخافون الموت، يخافون ما بعد الموت. سبحان الله. جاء في الحديث الصحيح أن عثمان رضي الله عنه وأرضاه كان إذا وقف على القبر لحضور دفن أحد الصحابة كان يبكي بكاء شديدا، وإذا ذكرت عنده الجنة والنار لا يبكي كبكائه عند القبر. فسئل عن ذلك فقال، أي سئل: لما تبكي هذا البكاء عند القبر ولا تبكي إذا ذكرت عندك الجنة والنار كهذا البكاء؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: القبر أول منزل من منازل الآخرة، فمن نجا منه فما بعده أيسر، ومن لم ينج منه فما بعده أشد. قال، أي النبي صلوات الله وسلامه عليه: وما رأيت منظرا إلا والقبر أفظع منه. ألم أقل لكم إننا في غفلة؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة أحد الأنصار وقد وضع ولم يلحد، يعني لم إلى الآن لم يوضع في قبره، والحديث عند ابن ماجة.
بكى النبي صلى الله عليه وسلم حتى بل لحيته بالبكاء، ثم جثى على ركبتيه وهو يبكي ويقول: أي إخواني لمثل هذا فأعدوا، أي إخواني لمثل هذا فأعدوا. هذا هو المصرع الذي ينبغي الاستعداد له والعمل والاجتهاد، لا سيما ونحن في هذه الأيام المباركة والليالي الفاضلة، ولم يتبقى من هذا الشهر إلا أيام قليلة. فهنيئا لمن اغتنم هذه الأيام وعرف قيمة هذه الليالي وشرفها ولم يضيعها في الأسواق والطرقات والشوارع والمقاهي. كثير من الناس للأسف ليالي رمضان هي ليالي للنزهة والمرح والسهر والجلوس في المقاهي والخروج إلى التسوق وربما المعاكسات وما حرم الله. ونعرف أناسا ليالي رمضان لتعاطي المخدرات يصومون النهار ويفطرون على ما حرم العزيز الغفار، ينامون النهار وفي الليل معاصي وآثام وغفلة. هل هؤلاء تعرضوا لرحمة الله ولنفحات الله عز وجل؟ هل هؤلاء خافوا تلك النار وإنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر؟ كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون. لما قرأت أمنا عائشة رضي الله عنها، والحديث عند الإمام أحمد في المسند وعند الترمذي في جامعه: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قلوبهم وجلة، هكذا هي قلوب المؤمنين، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، مشفقون. قال في الآخرة: يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. نعم. فلما نزل قوله وقرأت الآية: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أي خائفة أنهم إلى ربهم راجعون، قالت: يا رسول الله، أهو الرجل يشرب الخمر ويسرق ويزني ويخاف الله عز وجل؟ والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، ظنت أن المراد يؤتون يتعاطون المعاصي والآثام كالخمر والزنا والربا ونحو ذلك وهم خائفون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا ابنة الصديق، ليس الأمر كذلك، بل هو الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه. إذن هو صلاح واستقامة وتقوى وطاعة وخوف ألا يقبل الله عز وجل منه عمله الصالح. نعم. قال الحسن البصري عليه رحمة ربنا العلي، قال: اجتهدوا والله في الطاعات وعملوا بها وخافوا أن ترد عليهم. إن المؤمن جمع إحسانا وشفقة، وإن المنافق أو الفاجر جمع إساءة وأمنا. سبحان الله، الفاجر والعاصي والغافل والمقصر جمع إساءة وأمنا، آمن مطمئن لا يشعر بالخوف ولا الوجل ولا الحياء ولا الانكسار. أما الصالح والطائع والمستقيم فهو خائف وجل مشفق. ولذلك
جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب خطبة عظيمة قال: لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولا ضحكتم قليلا ولا خرجتم إلى الصعدات تجأرون. نسأل الله عز وجل أن يوقظنا من رقدات هذه الغفلة. اللهم إنا نسألك أن توقظ قلوبنا، اللهم أحيي قلوبنا، اللهم أحيي قلوبنا لنجتهد في طاعتك ونبالغ في مرضاتك ونسابق في الخيرات والطاعات والقربات. اللهم إنا نعوذ بك من الغفلة. أكتفي بهذا القدر وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فاصل قصير ثم أتابع معكم هذا اللقاء، فابقوا معي. كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر. كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فعدت لأكمل هذا اللقاء. عندي أسئلة متبقية من اللقاء الماضي، لعلي أستقبل بعض أسئلتكم واستفساراتكم وأجيب عليها جميعا على ما ييسر الله عز وجل. بقي سؤال للأخ أبي أيوب في اللقاء الماضي، بارك الله فيه، يسأل عن قوله تعالى: علم الله أنكم كنتم تختنون أنفسكم. طيب، معنا أبو تميم، فضل يا أبا تميم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ، نفع الله بكم إن شاء الله. آمين، الله يبارك فيك ويحفظك. والله عندي أربع أسئلة. تفضل. تفضل، الله يبارك فيك. لاحظت أخذ البلدية رسم من البيعة. شوي الصوت غير واضح. الصوت تأخذ رسم من الباعة الموجودين في السوق. أبو تميم، صبرا يا أبا تميم، الصوت عندي غير واضح، لا أدري. أيوة. الآن أيوة، تفضل. البلدية تأخذ رسم من الباعة في السوق. البلدية تأخذ رسوم من الباعة في السوق الشعبي، من إذاعة الباعة الناس اللي تبيع في السوق، من البضاعة، الباعة. أيوة، من الباعة. نعم، تأخذ. وما يعرف بالمكس. إيه نعم، هذا المكس كان قديما زمان وتو عاودوه مرة ثانية. هذا من هل يعني ألغي في وقت من الأوقات؟ بعد الثورة ما عاد استوى كيف عاودوه مرة ثانية. بعد الثورة ما عاش الناس طاقة تخش تبيع وتروح، وما عاش حد يعطي شيء، وما عاد يطلب منها حد شيء. لكن الآن نعم، داروا لهم مكونات، داروا لهم مواصلات ويزودوا عليهم ياخذوا منهم. طيب، السؤال الثاني. السؤال الثاني، كثير من الموظفين وأصحاب الدخول المعقولة لهم سيارات أجرة. لهم سيارات أجرة، نعم. ولا يعطونها الدولة أي ضريبة. ولم فما حكمهم؟ عندهم سيارات أجرة، كحلة وبيضة، اللي يجيب كحلة وبيضة ويخدم بها، لأن عملها يعني ليس هناك نظام ولوائح تنظم هذا العمل. أكيد فيهم، لكن ما حدش يدور فيه. طيب، السؤال ما هو؟ هل يجوز له أو لا؟ طبعا، يعني ما يعطي الدولة شيء، يخدم على روحه وخلاص.
طيب مع أن الصوت غير واضح أيها الفضلاء في جهاز التحكم. طيب سؤال ثالث. كثير من الموظفين منهم ومنهم أطباء يتقاضون رواتب وهم لا يعملون ويقومون بأعمال أخرى وتستمر علاواتهم وترقياتهم، وحجتهم أن مؤسساتهم مقفلة، فما حكمهم؟ الله المستعان. الأربعة. نعم. يوجد عطلة للقضاء، القضاء عند عطلة 3 أشهر متواصلة، وهي مأخوذة من التقليد الغربي. معي؟ نعم نعم معك. تعرقل فيها القضايا وتتراكم وتستمر لسنوات عديدة، ويمل الكثير من المتقاضين فيترك القضية، وقد يقوم واحد أحدهم بأخذ حقه بيده. الله المستعان. نعم. فما رأي الشرع في ذلك؟ بارك الله فيكم ونفع بكم. آمين آمين آمين. بارك الله فيك يا أبا تميم. طيب طيب بارك الله فيك. معنا سارة. ألو. نعم تفضلي يا سارة. أيوه أهلا حكز يا شيخ. الله يبارك فيك. الله يسلمك تفضلي. لو سمحت يا شيخ نبدأ اسمك الشخصي. طيب كلمت الجماعة في جهاز التحكم يعطونك الرقم، خليك على الخط إن شاء الله ويعطوك الرقم. نعم. طيب طيب بارك الله فيك. طيب هل هناك اتصال آخر؟ طيب في قوله تعالى علم الله أنكم كنتم تختنون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. يقول ما هذا المدلول، ما المقصود تختنون أنفسكم؟ جاء في صحيح البخاري من حديث البراء ابن عازب رضي الله عنه قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا ناموا بعد غروب الشمس، إذا أكلوا ثم ناموا لا يأكلون ولا يشربون إلى غروب الشمس اليوم الذي يليه. طيب ما أدري هل أخذ الاتصالات؟ معنا الأخت أمل، تفضلي يا أمل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عندي 4 أسئلة يا شيخ مالك. نعم. السؤال الأول ما حكم الحنة على الشعر في نهار رمضان؟ الناس تقول تفطر يعني تدخل الجسم. حكم الحنة في نهار رمضان على الشعر. نعم. السؤال الثاني عند طهي الطعام يدخل الجسم، اللي يدخل الطعام في الحلق هل عليه القضاء؟ يعني يدخل شيء من الطعام أو رائحة رائحة الطعام؟ أيوه رائحة تدخل في الحلق. الرائحة يعني. والسؤال الثالث تمطرت علي مي على وجهي بس مش متأكدة خاشت فمي زمطت متأكدة هل عليها قضاء حتى هي ولا لا؟ أنت في أثناء الوضوء شككتي في نزول شيء من الماء؟ أيوة. وسؤالي الرابع ندي نعرف أفكار الصباح والمساء الوقت متاحا نزول. طيب وقت أذكار الصباح والمساء. أيوة. طيب طيب السلام. عليكم السلام ورحمة الله. معنا الأخ عبد الله، تفضل يا عبد الله. مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك طيب يا شيخ، عفوا ازاي؟ الله يبارك فيكم ويحفظكم. بالله يا شيخ عندي فوزوسنا الله يرحم والديك. نعم تفضل. بالله حكم معلش سامحني بالكلمة، حكم المداعبة مثلا في النهار مثلا بين الراجل والمرأة ولا هيك، شنو حكم الشرعي فيها بالله؟ في نهار رمضان. ايه. وفي سؤال ثاني يا شيخ. نعم. والله نشتغل على سيارة وقود، أنا سيارة وقود كبير خزان وقود. الصوت غير واضح. قلت لك عندي سيارة وقود خزان وقود كبير.
الوقود. نعم. يقعد فيه في الخزان مرات، يقعد بنزين ولا نفط، يحط اللي ناخذ منه مرات نستعملها لتصليح ولا تنظيفه ولا. يعني انت تقصد انك توصل في هذه الوقود الى اماكن معينه؟ ايوه، نوصل الترابي نوصل السبعه، بس يقعد مرات في الخزان الوقود، يقعد فيه حاجات مرات نستحق ننظف فيها، مرات نصب منها نوصل منها حاجه ليا، مرات ننظف حاجه. يعني كم يبقى يعني الذي في الطريق ولا هيك ولا محط الذي يبقى كم قدره؟ لا ما أظن ممكن 40 لتر 60 لتر حاجة زي هيك، نعيش 50 لتر تقريبا في الجو هذا. يعني كيف تتصرف فيه؟ ايوه الله ينور عليك. طيب الله يبارك فيك. بارك الله فيك يا شيخ، شلون فيك؟ امين امين، الله يحفظك. معنا احمد، تفضل يا احمد. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. حالك؟ لا بأس عليك. الله يبارك فيك ويسلمك. بالله مثلك يا شيخ، بالنسبة لصلاة الجماعة. نعم. صلاة الجماعة، صلاة الصلوات المفروضة في المسجد. نعم. حكم ترك صلاة الجماعة، قصدي من واحد يصلي مثلا في الحوش وإلا شيء، هل مثلا يأتم وإلا مثلا حاجة مستحبة، قصدي يؤجر مثلا فاعلها وليؤتم تاركها، أو مثلا شو الحكم فيها معنا؟ عندك سؤال آخر؟ سؤال ثاني شيخ، بالله عليك نسألك. نعم. تشبح في البلاد تو القتل وهالمشاكل اللي صايرة فيها، هل صاير هذا، هل هو فتنة من التي يؤتم حتى مثلا الخوض فيها والكلام فيها، وإلا إذا كان مثلا بعض الناس يقولوا أنها مثلا فئة باغية وقتلها وما الكلام هذا معنا؟ يعني هل الحاصل الآن هنا من باب أنه فتنة يجب اعتزالها، أو أن الأمر واضح وهو قتال بين ومن تحت مثلا ماشي في تحت الآية مثلا، وإن فئتان من المؤمنين اقتتلا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي. نعم يا أخ أحمد، السؤال متأخر جدا. حتى مرة ثانية يا شيخ إن شاء الله. طيب بارك الله فيك، الله يحفظك. مشكور شيخ، بارك الله فيك. آمين، الله يبارك فيك. أظن نكتفي بهذا القدر، لأن أنا أسئلة اللقاء الماضي ما أجبت عنها، ويبدو أن أسئلة الإخوة اليوم أن لن أتمكن من الجواب عليها إلا في الدرس القادم، إلا إذا حاولت الاختصار الآن. طيب اللهم استعان. إذن ذكرت حديث البراء بن عازب في البخاري أنه قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا ناموا بعد العشاء أنهم لم يأكلوا شيئا إلى اليوم الذي يليه. يعني هكذا كان الصيام، إذا أكلت بعد المغرب أو شربت لا بأس تأكل، فإذا نمت فليس لك أن تأكل. وكان أحد الصحابة وهو قيس ابن صرمة الأنصاري كان يعمل طول يومه، فرجع إلى أهله بعد الغروب، قال: هل عندكم شيء؟ قالوا: ليس عندنا شيء. هل يوجد الآن بيت في بيوت ليبيا ليس عندهم شيء؟ الآن نحن الطعام نرميه في الله المستعان، لا حول ولا قوة إلا بالله، وربما كثير منا يشتكي ويتذمر ويتسخط ولا يحمد المولى عز وجل. المهم، الأنصاري رضي الله عنه قال لأهلي: هل عندكم شيء؟ قالت: ليس عندنا شيء، سأذهب وأطلب لك، أنظر لك شيء من الطعام. فذهبت تنظر له شيء من الطعام، فغلبته عينه، فلما رجعت ورأته نائما قالت: خيبة لك، لا يستطيع أن يأكل. لما انتصف النهار في اليوم الذي يليه أغشي عليه، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل قوله عز وجل هذه الآيات: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختنون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، إلى أن قال: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. كان الأمر في أول الإسلام كما ذكرت، ثم نسخ وخفف الله. كان بعض الصحابة كانوا يختلون أنفسهم بما يتعلق بالجماع
ليلا وكان منهيا عنه في أول الإسلام أو في أول نزول فرض الصيام. ثم نزلت هذه الآية فرح بها المسلمون فرحا عظيما، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. طيب هذا باختصار. أبو أيوب يسأل عن مسألة القيمة في الزكاة. الآن زكاة الفطر كل ما اقترب الموعد في زكاة الفطر كثر الكلام وحصل لغط وقيل وقال، هل يخرجها الناس طعاما أو يخرجونها نقودا؟ أولا يجب أن يعلم المسلم الحصيف العاقل أن هذه المسألة من المسائل الاجتهادية التي اختلف فيها علماؤنا وأئمتنا سلفا وخلفا، ولا يجوز بحال من الأحوال أن يثار حول هذه المسألة النزاع أو الشقاق أو ما نسمعه من التبديع. المسألة ليست فيها بدعة وسنة. أنا أعرف أن بعض مشايخنا عفى الله عنهم ورحمهم أثناء تقريرهم لهذه المسألة قرروها بأن الأمر يدخل في الابتداع، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وهذا غير صحيح حتى وإن قال به بعض مشايخنا الكبار وعلمائنا، لكن هذا خطأ. ليس صحيحا أن هذه المسألة داخلة في الإحداث في الدين أو الابتداع، بمعنى أن من لم يخرج زكاة فطره طعاما أنه ابتدع ولن تقبل منه وهي باطلة، هذا غير صحيح، هذا محل نظر. ولذلك نعم النصوص جاءت في ظاهر دلالتها تنص على الطعام، حديث ابن عمر وابن عباس وغيرهما في الصحيحين فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام، هذا صحيح. لكن العلماء اختلفوا في هذه المسألة، أقول العلماء اختلفوا، يعني مثلا أنا سأذكر جملة من أئمة السلف الذين قالوا بجواز إخراج القيمة، مع أنني إلى الآن لا أرجح هذا وأرى والعلم عند الله أن الراجح الطعام، لكني أحترم القول الآخر غاية الاحترام وأراه اجتهاد سائغ بل قوي وله دلائله، وقال به أئمة أعلام لا يجرؤ عاقل أن يصفهم بأنهم قالوا ببدعة. يعني الآن نجد عند ابن أبي شيبة عن أبي إسحاق السبيعي أنه قال كانوا يخرجون زكاة الفطر من النقود، وأبو إسحاق السبيعي من التابعين، قال بعض العلماء يشير إلى بعض الصحابة. عمر ابن عبد العزيز كان يرى إخراجها من القيمة، وعمر بن عبد العزيز يعني من العلماء الأجلاء، وإن كان هو من الخلفاء الفضلاء لكنه كان من العلماء، ومن قرأ سيرته وترجمته عرف من هو عمر ابن عبد العزيز في العلم، لا أقول في الخلافة والإمارة، في العلم أنه عالم وكان قريبا من علماء المدينة ومن الفقهاء السبعة، كان معاصرا لهم وكان يفتي بالقيمة ولم ينكر عليه أحد. طيب عطاء ابن أبي رباح من كبار أئمة التابعين كان يفتي بذلك، سبحان الله. سفيان الثوري من كبار الأئمة الأجلاء كان يفتي بذلك، أبو حنيفة النعمان رحم الله الجميع كان يفتي بذلك، الإمام البخاري، الإمام ابن تيمية رحمه الله يرى أن
إخراج القيمة منوط بالمصلحة والعدل وحصول النفع للفقراء. متى وجدت المصلحة وحصل العدل بذلك فإنه جوزها، وجعل للإمام أحمد روايتين. الإمام أحمد في بعض المواضع جوز القيمة في غير زكاة الفطر، في بعض أنواع الزكاة جوز القيمة، وفي زكاة الفطر لم يجوز بل قال أخشى ألا تجزي. هذا قول الإمام أحمد، أخشى ألا تجزي القيمة، يريد الطعام. هؤلاء أئمتنا وعلماؤنا، نعم الإمام مالك والإمام الشافعي وأحمد في الرواية المشهورة عنه في زكاة الفطر يرون الطعام، لكن أين نذهب بأئمتنا وعلمائنا الأجلاء؟ كيف يأتي شخص مهما بلغ من العلم ويصف هؤلاء الأئمة بأنهم أفتوا ببدعة أو قالوا بضلالة؟ أقل ما يمكن إن ترجح لك وجوب إخراج الطعام قل هذا الذي ترجح لي وهو الذي أميل إليه وأعمل به، ولكني لا أشنع على الآخرين وأصف زكاتهم بالبطلان والفساد وأقول إن المسألة سنة وبدعة. هذا من التنظير الخاطئ عند بعض الناس في هذا الزمن، وما أكثر التنظيرات الخاطئة والتأصيلات الفاسدة والتقريرات المنحرفة كثيرة جدا، أحيانا باسم السنة وأحيانا باسم الدعوة السلفية يقرر الباطل والخطأ ثم يحكم أنه الحق، ومن جاء وقرر الحق هو الذي رمي بالباطل. إذن هذا لا يجوز. أنا أتكلم الآن على مسألة التعامل الفقهي في المسائل الخلافية عند علمائنا وأئمتنا، والله المستعان. أما الراجح أنا أميل إلى إخراج الطعام، وكل عام أخرجها طعاما، لكن والله في النفس حقيقة شيء من سوء الخلق وسوء الفهم، وأيضا يعني قاب قوسين أو أدنى أن يميل الإنسان إلى القول بالقيمة، لأنه من حيث النظرة الواقعية والمصالحية الأمر في غاية الوضوح. الوقت ضيق ولا يسع المقام لمثل هذا. طيب، أم عبد الله بالأمس سألت، قالت زوجها يعمل بالمصرف، ما حكمه فيما مضى؟ الآن المصارف صدرت قوانين مباركة بإلغاء القوانين السابقة التي قررت الربا، فبناء عليه لا نقول لموظف في مصرف اترك عملك، وإن كان المصرف إلى الآن لا يزال تقليديا، لكن الربا موقوف وصدرت فيه تعليمات التي هي قوانين وقرارات، فبناء عليه نقول عفى الله عما سلف، عفى الله عما سلف، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فإذا كان العمل الآن في المصرف ليس فيه كتابة الربا ولا شهود الربا وليس فيه شيء متعلق بالربا، فالحمد لله يستمر في عمله ولا شيء عليه، لا شيء عليه. نعم، بالنسبة للكحل في حال الصيام ليس فيه شيء. أم عبد الله أيضا سألت عن الكحل في حال الصيام، ليس فيه بأس، والإنسان إذا توضأ يمكن يزال، لكن ليس واجبا أن يزال الكحل. الكحل لا يؤثر في الصيام، يجوز للمرأة في حال الصيام أن تكتحل. نعم، إذا كانت المرأة عليها الدورة، هل إذا أردت القراءة تتوضأ وتلبس القفازين لا يجب عليها ذلك؟ لها أن تقرأ وهو الصواب، وليس عليها شيء. والصواب من قولي العلماء أن
المرأة الحائض تقرأ القرآن وتقرأ من المصحف وليس عليها شيء والحمد لله. وما بقي من أسئلة غدا بحول الله وقوته يعني أجيب عليها، وأسأل الله تعالى أن يبارك لنا فيما بقي من أيام وليالي رمضان، وأن يجعلنا فيه من عتقائه من النار، وأن يتوب علينا وأن يصلح أحوالنا. اللهم إنا نسألك أن تحفظ بلادنا وبلاد المسلمين، وأن تولي علينا خيارنا وألا تولي علينا شرارنا. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك أهوى، أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة. كل أوامره تهدينا.